تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك اخر المستجدات. فريق الوطن المغربي، لا بغيت نسولك فخر الدين، شنو انطباع اللي خلات عندك المباراه اللي دازت؟ لا هو قبل ما تلعب المباراه يمكن بعض السؤالات اللي توجهوا، شنو الفريق اللي قدروا نشوفه، واش قدروا نشوفوا شي لاعبين، ثم الحادث اللي كان موضوعه هو ما بين المزراوي وما بين حكيمي. الكل كان كيتكلم على هذا، على نقدر نقول شقيليبا احسن ما تقول شونجمون، لان انا الطريقه ديالها انا غادي نهضر عليها. هادو هما الحويجات. ثم المنتخب الغابوني بأوما بيانغ، ونشوف واش كيفاش غيكون هذا المنتخب. شفناه في الكوب دافريك، يعني منتخب اللي عنده لاعبين صراحه. سمعت انا تفرجت شويه وبغيت نشوف استنتاج، وخديت شويه من عند بعد التصريحات ديال الوليد، نشوفوا كيفاش غادي يهضر على هذيك الاختلاف. دابا نشوف الراي ديالو باش تعرف شنو كان ناوي في كل خطوه دارها ولا في كل. دابا على حساب اللي كنشوف انايا، يمكن تكلم على لينتاتاك وقال بانه كنضيعوا. نقدر نقول انايا 4 ديال الاهداف فيهم 2 ديال ضربات ديال الجزاء و2 ديال الاهداف ديجا 4 بيوت، المعدل كاين مزيان. كاينه واحد القضيه اخرى، واش ما نقولوش ما وصلناش على نقدر نقولوا واحد النهار ما نبقاوش نتسناو ديك القضيه واش غيلعب النصيري ولا الكعبي، وندخلوا في ديك السيستيم جو ديال بانه ديما ملي عندك كاع اللعابه قدام لي زاتاكون بليس الميليو تيرا، ملي كتقول دياز زازولي رحيمي وتزيد عليهم زياش وهذا، واش ما وصلناش ان هادو اللعابه كاملين وهذوك اللي كيجيو من الوراء اللي يقدروا هما اللي يديروا لا ديفيرونس، واش من غدا بعد غدا نقدر نقول انا وليد ما نبقاوش نعتمدوا على واحد قلب هجوم قار ولعبوا بسيستيم جو بهذا بالطريقه، لان كلشي عندك دي زاتاكون كلشي كيمشي للبوطو. نخلق انا من المنتخب الوطني كلشي يكون هداف، زازولي هداف، دياز هداف، رحيمي هداف، زياش هداف، فهمتيني؟ حتى اون اتوندون كاع ملي شفنا الدخول الكعبي وشفنا ماركا ولا اوناحي ولا هذا، اوناحي تو عنده نزعه تو الهجوميه. هذه نقطه. كاين واحد المشكل عاشو الفريق الوطني نهار الجمعه وهو الدفاع. دابا تكلمتي لي على النص الفوقاني، دابا النص التحتاني. لولا يعني البراعه ديال الحارس بونو اللي دخل اكثر من مره وصوفا لا بارتي، هذه تاهي هضر عليها وليد، هضر على القضيه ديال لي شونجمون اللي دارت، وعلى اللاعب اللي لعب قدام اقرد عبقار. قال واش سيستيم، ثم ميلو تيران اللي دائما كنشوفوا فيه حنا المرابط، وكان الخنوس معاه هو اللي كان في في وسط الميدان، حتى يتكلم عليها تيهضر. انا كفريق وطني، هذا سؤال نوجهه لك انت والناس اللي كيستمعوا لينا هنايا، ويمكن انت وليد الركراكي راه غادي إيه. انا عندي قوه ضاربه ديالي النص الفوقاني. لا عندي واحد اللعب اللي المغاربه دابا هذه واحد السنين ولا اكثر، ولا جو بونس اكثر، واقيلا اكثر، اللي هو حكيمي. عندنا الكوتي دروا ديما حنا كنا مشهورين به، كنخدموا به، كنماركيو به، كنديروا به لا ديفيرونس، حتى ملي كتكون الكره مسدوده يعني ما عندكش منين تدوز كيفكها هو اللي كيفكها شي حاجه اريير دروا، لانه علاش ان بون تكنيسيان. وشفناه انا فهمت الراي ديالك وقيله، عندك واحد بون فور ما خصكش تضيعها. دابا بلاتي انا عندي ان بون فور ديالي ما فيها، بس الا بغى وليد يقلب وعندو النيه ديالو على انه كيقلب على شي حاجه انا غنتسناه، ولكن هذا الراي ديالي انا خاص بي انا. انا تنقول نعطي امثله بفروق عالميه اللي كانت كتوفر في واحد الوقت من الاوقات على ديزاريير غوش ولا اريير دروا اللي كيدير لا ديفيرونس. اسمح لي غير سي عز الدين زياني، الكابون اللي متأهل لكأس افريقيا الاخيره اللي تصحيحيه، بغيناك عرفناك غتصحح لينا، ولكن راه الكابون لعبنا معها في 2022. ايوا راه بغض النظر على هذه الاخرى هذه واش كانت، كندويش انا على لعبنا معها في 22 تعادلنا معها بجوج لجوج جوج، وراه تي قالها تا وليد راه قال لك الاخر ده، وهذا راه غير الامس القريب ماشي 22 24 انا كندويش انا على هذا الكوب دافريك عامين وشي حاجه. هذا الكوب دافريك ما كان فيها تا واحد، هذه الاخرى هذه باش نوضح ليه راه ما كان تا واحد، هذاك البطل ما كانش باش ما تل...
البطل ديال كاس افريقيا راه ما كانش. تسلى الدور الاول عدبان. البطل ديال كاس افريقيا راه ما كانش، خدا كاس افريقيا ما عليناش. ايمان كانت هي البطل. صافي هي البطل، هي ذاك النوم، هي اللي حيدت لنا كاس افريقيا. قلت لك السي كوتي دروا ولا كوتي غوش؟ انا عندي، لا انا عندي كوتي دروا، عندي كوتي دروا ديالي اللي هو حكيمي، اللي حنا تعودنا نشوفوه دائما كيمشي في ديك الجهه وكيدير لا ديفيرونس، علاش غادي نحيدو؟ داير ما عطوش لحطوه، ما لحطوهش، راه ما كانش لا ما كانش، ما كانش راه مشات، راه هو اللي مشات لي واحد الكره اللي كانوا مشاو بها لي كابوني. لا بلاتي واش ما لاحظتوش بانه راه هو بعدا تف دماغه، ما تنظنش غادي يصبر على سميتو الا قبلها كلاعب محترف، ولكن الخبايا ديال ما وراء الستار واش غنقول لك هاد لغه اخرى، ولكن دخل ما عرفتش واش رب ضاره نافعه ولا شنو التاريخ ولا هاد الوقت عطاتك دو زاريير بهذا واحد في البي اس جي واحد مانشستر يونايتد. لا انا انا الدراوي راه دار ان بون ماتش زعما في البوست ديالو اللي انا 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 ماشي حكيمي. اه تا حكيمي انا كنقول لك انا ما بغيتش نهضر على مزراوي، علاش؟ بغيت نهضر على لو كوتي دروا اللي هو كان عندنا دائما حتى في المجيء ديال الوداد عطيه الله، حتى هو في ديك الوقيته ولينا ولا ان اكيليبر، شفنا عطيه الله في كوب دي موند انغوشي انغوشي وشفنا ما يمكنش، علاش انا كنقول لك هذاك لا ديفونس ذاك النهار زائد ميليو تيرا اي كره كانت كتضيع كيوصلوا بها لي غابوني اللي عند سميتو بونو، ولولا البراعه ديال بونو كانت تقدر تكون شي كنت تقدر تعذب. وحاجه اخرى عاوتاني، بونو راه ماشي ديما غادي يكون غادي يكون انفو، قال واحد الكلمه شديتها البارح وهي كنخمو للمستقبل، نشوفوا ليكيب اللي الا بغيتي تلعب لكم دافريك هنا في المغرب، في المغرب ما غتكون سهله، ما غتكون سهله وما عندكش الوقت بزاف. وكيف كيسولوا عدد كبير من الجماهير، وحتى واحد الصحفي وضع واحد السؤال قال لي امتى غادي نقدروا نبدا الجمهور المغربي يشوف ليكيب تيب زعما ليكيب هذا، ويقول لي واش انت واش حتى هو 40 مليون كتعرف بدا ما كيكونش نقاش اللي هو هذا ما عليناش. وكان راه زادو تناقض، قال لي راه انا تايق المغاربه تايقين، حتى هو باش عرفتي المغاربه تايقين؟ كاع كاتيقين حتى ما جلستيش معاهم. دابا كل واحد راه دابا هذا هو المشكل اللي كيوقع، دابا راه ضاحكين معاك هار الكراكي. سمعتيني كل واحد كي انا كنقول لك يعني هو السؤال اللي وجه ليه، يعني تشوف فرقه تشيب معروفه ما تبقاش دير وهذا وهذا، ولكن انا بالنسبه لي طونك واحد شويه الوقت باقي قدامه راه كي غير السؤال اللي عندي انايا هو علاش هاد الاتجاه ديال هاد حكيمي ومزراوي، شنو هو الحاجه اللي كيقلب عليها وليد؟ اش بغى يعني فحالاش بغيت نعرف واش بغى هو يرجع جو بونس مزراوي للبلاصه اللي كيلعب فيها. اذا غاد النقطه هذه فخر الدين، هو واش ما لاحظتيش هذاك الانسجام اللي ما كانش ما بين عبقار ومزراوي؟ يعني جو بونس هادو سي نورمال ايه بور لا بروميير فوا يلعبوا مع بعضياتهم الى ما الى فهذاك فهذاك واحد فلاكس والاخر على اليمين وهذاك اليمين، دونك حتى هذه من النقط اللي هو 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 وصراحه الوقت اللي كان كيهضر تكلم على 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 حوجات اللي تا هو لاحظهم منهم هذو اللي قلت لكم ديال حكيم وزراوي، قال لك انا بغيت نجرب ونشوف وندير قضيه عبقار مع كارد، بزاف ديال الحوجات على هاد لا ديفونس اللي اشاك فوا الكابون كان كيمشي وكيخلق لك مشكل، اي كره كان كيقدر يديها تيوصل بها، راه الا حسبت شحال ديال المحاولات بعدا حيدهم بونو اللي حيد بونو واللي ضيعوا هما، تلقي محاولات كثيره وكثيره جدا. وهنا واش السؤال مطروح، كل ما كانش بونو في نهارو وكان فريق اللي عنده يعني اكثر واحد ليفيكاسيتي يعني اوفونسيف، واش ما غتشوفش هذوك الاهداف تسجلوا؟ لا وهنا انا شفت اهداف تسجلات، غنعرف انا الخلل عندي في تما. لا هو 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 مباراه في حد ذاتها، حنا راه قلناها هنايا وحتى وليد واخدها بهذه الطريقه وراه قالها، قال لك حنا كنشوف مدى يعني الجاهزيه ديال كل لاعب، يمكن سيستيم جو هاد الاغراض اللي هضرتي عليها انت وحنا واللي هضر عليها كاع الجمهور واللي حتى هو هضر عليها وتكلم عليها، هاد الوصول اللي كان كيوصلوا ليه بسهوله المنتخب الكابوني وكيوصل ديريكت للمرمى عندك ديريكت واحد جوج ثلاثه كتلقيه وصل لحدا بونو، يمكن هادو كون ترجموا الاهداف كانوا غادي يخلقوا لك مشكل انت في مدينه اكادير ويدخلوا لك لو دوت
حيت ما خصش الشك يدخل العناصر ديال المغرب وما يدخلش ليه حتى هو الشك. انا كنحس بيه ملي كيكون يهضر وداك الشيء كاين شويه ديال ديال يعني كان ماشي تعصب ولكن حاس بالمسؤوليه على العاتق ديالو وماشي سهله. لان راه انت ما كتدربش فريق في البطوله, كتدرب فريق ديال المنتخب الوطني اللي هو في ملكيه اللي قال هو 440 مليون ديال البشر, واللي الجمهور ديالو انا كنت قلت هذاك المره مازال تنقولها, كاين جماهير اللي ما متبعاش البطوله نهائيا, كتعرف على الفريق الوطني, هي الفريق الوطني امتى كيلعب وكيمشيو يدخلوا. كيف هذه كلها اشياء اللي كنتمنى ان شاء الله انا في مستقبلا ورا قالها ونتسناو كما قال منير هذه المباراه ديال اليوم اللي راه راه ديري غتكون من طرف غتكون في اتجاه واحد, ولكن ما راه كتكون صعيبه عليك الامور شي ملي كتلعب مع فريق مباراه من طرف اتجاه واحد اتجاه واحد كتكون شويه صعيبه عليك. وحاجه اخرى الاضافه اللي بغيت نضيفها منير, راه احسن حاجه وقعت مؤخرا وهي اغلبيه ديال المباريات لعبات عندك ومازال كلشي غيتلعب هنا. فاش فراسك ديبلاسمون الوحيد اللي عندنا في هاد الاقصائيات هو ديال الكابون, هادي كلها ما كانتش افون سكي في اليوم جميع المباريات ديالك اللي البارح اللي تلقيت ملعب جديده في تونس تونس وغامبيا وغامبيا كنشوف كنقول الخريطه ديال ديال تونس ديال كاس افريقيا تونس انا راه الواعره هي اللقطه الواعره انا نعاودها لكم ان شاء الله بعلاقه بالمباراه ديال تونس وغامبيا اللي كانت في ملعب العبد الجديد في الجديده لقطه واعره. وقولوا لي اللي بغيتوا قولوا لي واش ضرباتني الشمس ولا فاصل ثم نعود. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على الشهاده اف ام. تحيه الاصدقاء ديالنا وكل من يتابع معنا حلقه اليوم. الرقم الهاتفي للتواصل بدايه من هذه اللحظه هو 0522 36 05 36. نعاود لكم صحه سلام المشهد اللي عشتو البارح وقيل راه فخر الدين تاهم اللي عاودتو لي في الاوف وقع لي بحالي فبيا ما علي. انا نسيت هذه القضيه ديال ملعب العبدي في جديده ولا انا في راسي غامبيا تونس مع الربعه كدير ديك لاشين كتسرح معاك داتك واحد الغمضه مع الحله ديال عينيك كيبان ليا فوزير بنزرتي في البونتوش شيخ المدربين لا والبونتوش كتعرف كتقول هذا راه شي ملعب مغربي شويه كيبان لك ذاك الكرو بلون ديال ملعب العبدي في جديده والبنزرتي نفس الكسوه باش كان كيخدم انا ذاك السروال جين والفوق راه احمر ياك لاباس لاشين راه فيها مباشر اش وقع عاد راه غامبيا مستقبلين في ملعب العبدي في الجديده والبنزرتي راه مدرب المنتخب التونسي وبعد راه عنده الزهر بعدا والله الا عنده الزهر للمره الثالثه كذا زعما كيفاش كيغوكروتي وداك الشيء والله الا قبل في انتظار اول المتصلين على الرقم عندي واحد السؤال اللي كفخر الدين ما عرفتش شفتي الماتش ديال تونس البارح كاين واحد ناقص الخطر انا بغيت نتشاور معاك فيه لا شوف ما نكذبوش على راسنا النيفو لا لا كاليتي دي جوار ايوا واش كنهضر لك انا على كاليتي اللي كانت عند تونس في واحد الوقت من الاوقات حتى هي موجوده راه غامبيا البارح تكنيك مورا مزيانين ولكن عاوتاني تا هما شكون هما اللي هذيك السذاجه ديما كاينه موجوده ما كتفهمش اش كيوقع لهم ولكن تونس لا تونس كتفاجئك بداك العرض اللي مقدمه البارح بهذوك لي جوار اللي تقريبا ما كنا واحد الوقيته كنعرفوا اللعابه حنا معروفين اكثر من 8 6 اللي بغيتي التغييرات انا البارح هذاك الريتم اللي شفت وهذوك اللعابه اللي شفت منير واش ماشي التراجع ديال الدور ديال ديك الانديه الكبيره في الانتاج الترجيح بحال الافريقي النجم صفاق هادو بزاف ديال الانديه عندهم حتى هما اللي كتعيش مشاكل ولا كتعيش نقص ديال اللاعبين حيت اللاعب ما بغيتي تجيبو يا اما غادي تجيبو من ديك الفروق اللي هي عندها اشعاع وكتلعب في لاكوب يعني ديال في كاس افريقيا ولا في هذا ولا غادي تجيبو من برا اكتيالمون ما كاينش لعابه توانسه حنا كمغاربه حنا البلد الوحيد اللي عندنا معدل كبير ديال اللاعبين ديالنا كيتواجدوا في البطولات الاوروبيه مزدوجي الجنسيه تبارك الله تونس ما عندهمش ما عندهمش